مشروع ان شاء الله مستهدف 2028 وما بعد 2028. بيتم انتقاء ولادنا من سن يتفق مع اللعب اقل من 6 سنين لقياسات مبنيه على قياسات علميه وانتقاء جسمي يعني قريب الى كل نشاط وكل لعبه وكل رياضه. عندنا برامج مرتبطه بالاعداد النفسي والتغذيه وحاجات كتيره جدا يعني. احنا اولادنا بداوا بعدد سنوات ينافسوا على المستوى الافريقي وعلى المستوى البحر المتوسط. النهارده كنا في المشروع القومي للناشئين، البدايه بقى لهم سنه ونص في رفع الاثقال، شفنا في المصارعه الملاكمه. طبعا مشروع كره القدم احنا بنعمله مع قطاع خاص ومؤسسات اوروبيه كلها لانتقاء اولادنا هنا منطقه اسكندريه، لكن احنا على مستوى مصر كلها المشروع بشكل كبير جدا. الحمد لله احنا مطمنين لهذا الجهد العلمي الكبير جدا. المنتخبات احنا طبعا مرينا بمرحلتين، مرحله بعد التنظيم الكبير ل 2019 ظروف استقاله اتحاد الكوره بقى في مع الاتحاد الدولي تعيين لجنه خماسيه ثم لجنه ثلاثيه، كان في دور كبير جدا ان احنا نحافظ بشكل دقيق بشكل ذكي، لان في بعض الدول الافريقيه الاتحاد الدولي وقفها يعني وما يحصلش اي مشاكل في الكوره. قدرنا، وده يعني دور الوزاره والوزير، ان احنا نخرج بشكل يعني الدوله مع الاتحاد الدولي مع يعني لغايه الانتخابات. دلوقتي الجمعيه العموميه هي اللي نقت مجلس اداره، مجلس اداره هو كمان يعني غير واشتغل على جهاز فني خلاص، لكن لينا دور في كل المنتخبات، ده دور الوزاره وليس الانديه مع مجالس ادارتها. طبعا في اول تدريبه لازم اكون جنبهم، الزياره مش زياره مسؤول راح يتفرج، احنا يعني لعيب احنا عايشين قصه في كذا حاجه. كمان كان الحقيقه انني كان طالب يعني بعض الحاجات ان انا اتكلم فيها مع اللعيبه وحصل يعني، لكن هنتابع يعني خلاص الاتحاد نقى واحنا ورا الجهاز الفني. ارجو بس ان احنا نكون مركزين مع المنتخب بشكل ندعم المنتخب، ما ندخلش في قضايا فرعيه كتير، احنا وزاره ودوله وحكومه لينا في الاخر المنتخب. منظومه تدوير الدوري في بقى رابطه محترفين وفي اتحاد كوره وفي مجالس ادارات انديه مسؤوله، كل واحد مسؤول عن حاجته ودايما الوزاره موجوده. يعني احنا اساسا دور الوزاره ان هي كمان يعني تكون قريبه للناس، تشوف مشاكل الناس ايه وبتساند وتراقب وتحاسب. محمد صلاح ده قيمه كبيره، كنت اتمنى لكن ما كانش في تنسيق شويه، اتحاد الكوره يقول لنا جاي امتى، كنا نقابله ونعمل حاجات كتيره جدا، لكن احنا بنهني نفسنا بيك وبزمايلك، وانت عملت حاجات كتيره جدا، يكفي انك انت هداف يعني اهم دوري من دوريات العالم يعني.